ندوتنا الليلة عن العلمانية، لماذا العلمانية وكيف نفهمها؟ العلمانية تعني فصل الدين والمعتقدات الدينية ليس عن السياسة فقط، بل وعن الحياة عموما والعلاقات ما بين البشر. والعلمانية تفسر الكون والحقائق الكونية بناء على حقائق علمية ثابتة يمكن إثباتها في الواقع الملموس من خلال التجربة الدنيوية الحياتية بعيدا عن الدين والخيال. فالدنيا أي الحياة هي المكان الوحيد بالنسبة للعلمانية، ومن هنا استخدم مفهوم الدنيوية كمرادف للعلمانية. ومن العلمانية اشتق فعل العلمنة ليدل على عملية التحول نحو هذا العالم. فالعلمانية ليست بديلا للدين كما يحلو لبعض رجال الدين تصويرها، لكنها نظام حكم ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ومنهج فكري ينظم العلاقة بين المحكومين بعضهم ببعض. فهي لا تعادي الدين ولا تعمل على تمدده أو تقلصه. فدين الفرد لا يخص العلمانية، فما يخصها أن لا يعتدي على أحد على الآخر بسبب ديني، لكنها في الوقت نفسه ترفض واسم الدولة بدين ما، لأن الدين للأفراد لا للدول، وبالتالي فتشريعاتها تكون من منطلق المصلحة العامة لا من منطلق دين بعينه، لأنها تنظر لأفراد الشعب بعين المساواة التامة بغض النظر عن معتقداتهم. على عكس ما يعتقده البعض، فإن العلمانية تحافظ على الأديان لأنها تشدد على إبعاد الدين وفصل مؤسساته عن اللعبة السياسية، أي إنها تحفظه في قلوب متبعيه حتى لا تستغله الديماغوجية السياسية. إن ميزة العلمانية تكمن في كونها بمثابة الحد الفاصل الذي يفصل بين الدول المتقدمة التي تتربع على قمة الهرم الإنساني حالياً، وبين الدول الساقطة التي تسحق كل يوم تحت عجلات التخلف والطائفية والتزمت الديني. فالعلمانية هي النتاج الذي تتوج به الدول التي قطعت أشواطاً كبيرة لتصل إلى ذروة التقدم. ومن هنا تثار أمامنا عدداً من التساؤلات: هل الأنظمة العلمانية بديلاً عن الاشتراكية؟ وهل الأنظمة العلمانية تنهي استغلال الإنسان لأخيه الإنسان؟ وهل الأنظمة العلمانية تنهي الصراع الطبقي بين المستحوذين على الخيرات المادية والمحرومين منها؟ وهل كل إنسان علماني هو ماركسي؟ أو كل ماركسي يجب بالضرورة أن يكون علمانياً؟ الآن يجيبنا الرفيق حميد الملا على هذه التساؤلات وغيرها في ورقته، فليتفضل. أول شيء هذه أسئلة صعبة طبعاً الإجابة عليها. قبل أن أبدأ أدعوكم للوقوف دقيقة حداد على أرواح الذين قدموا أنفسهم وفكرهم في سبيل تقدم البشرية، فلتفضل. يطيب لي أن أقدم هذه الندوة شاكرا المنبر الديمقراطي التقدمي على إتاحته هذه الفرصة لي للتحدث حول موضوع مهم وملح للحركات على الأقل اليسارية في هذا الوقت بالذات. موضوع العلمانية، قبل أن أبدأ في شرح هذه الورقة لا بد أن أبين بأن الحركات الدينية كانت وما زالت تعزف على معزوفة، وبالتحديد مختلف التيارات الدينية على مختلف مشاربها تعزف على معزوفة الدولة الدينية أو تواريًا الدولة المدنية. هذا أولاً. ثانياً،
بدء تلك الحركات وأقصد الدينية ومراجعها ينفث سموم الحقد والكراهية ضد من يخالفهم الرأي، وعلى الأخص العلمانيين والشيوعيين، وتشويه صورتهم أمام الرأي العام المحلي. ثالثاً، في هذه الورقة لن أدخل في مقارنات بين الدولة الدينية والدولة المدنية على اعتبار بأن الوقت راح يعني تغطية مثل هذه المواضيع لا يسعنا الوقت لتغطيتها. رابعاً، أهمية هذا الموضوع تكمن في محاولة فهم العلمانية وإعادة الاعتبار لها مما قد علق بها من تشوهات وتشويهات متعمدة على أيدي مناويها، وهذا ما نحن بصدده في هذه الورقة. لا يخرج الفلاسفة من الأرض كما تخرج النباتات الفطرية، وإنما هم ثمار عصرهم وشعبهم، وهم العصارة الأرفع شأنا والأثمن والأبعد أن ترى، والمعبر عن نفسها بالأفكار الفلسفية. وإن الروح الذي يبني الأنظمة الفلسفية بعقول الفلاسفة هو نفسه الروح الذي يبني السكك الحديدية بأيدي العمال، فليست الفلسفة خارج عن العالم، كما أن الدماغ وإن لم يكن في المعدة ليس خارجا عن الإنسان. هذا الاقتباس لكارل ماركس أردت به أن أبين بأن الإنسان لديه ملكات بإمكانه استخدامها، فما العلمانية إلا نتاج هذا الإبداع الإنساني الذي توصلت إليه البشرية بفضل جهود الفلاسفة ضمن فعل القوانين العامة لحركة التطور التي خضعت لها المجتمعات الأوروبية وفق تلك الظروف، ظروف تطور الصراع الاجتماعي والإيديولوجي. ولوضع حد للصراعات والحروب الدينية وغيرها، ابتدع الفكر البشري العلمانية كمخرج من دوامة الصراعات، واتخذت بذلك العلمانية مسارا قد بلغ في تطوره من خلال بروز الأفكار المادية التي تدعو بفصل ما هو رباني عما هو دنيوي ليتفرغ الإنسان للإعمار. قبل الولوج في تعريف العلمانية لا بد من طرح بعض الأسئلة والإجابة عليها حتى نزيل أي لبس في هذا الموضوع، وحتى نبسط البحث ومن ثم نفكك المفاهيم قدر المستطاع، ولنبرهن على أن العلمانية هي أسلوب حكم وحياة لمن يود من الشعوب أن يعيش في ود وسلام ووئام. لماذا العلمانية وتحديدا في هذا الوقت بالذات؟ ولماذا يقف رجال الدين جميعا وعلى مختلف اتجاهاتهم المرجعية ضدها؟ لماذا يكيلون لها مختلف النعوت ويجعلونها مرادفا للإلحاد والانحلال الخلقي والفسق؟ لماذا يعتبرون العلمانية ضد الدين بل كفرا يجب محاربته؟ هل لأن العلمانية تهدد الأديان وعلى الأخص الدين الإسلامي كما يزعمون، أم لأن العلمانية نتاج غربي؟ هل العلمانية يمكن لها أن تطبق في الغرب وليس بالمستطاع تطبيقها في الشرق؟ هل العلمانية ستفسد المجتمع أم ستصلحه؟ قبل كل شيء، العلمانية هي مصطلح غربي وجذورها تعود إلى الفلسفة اليونانية القديمة لفلاسفة يونانيين أمثال أبيقور، غير أنها خرجت بمفهومها الحديث خلال عصر التنوير الأوروبي على يد عدد من المفكرين أمثال توماس جيفرسون وفولتير وغيرهما، وهي نتاج تطور المجتمعات منذ القرن الخامس عشر، وأول من استخدم هذا المصطلح المفكر الإنجليزي جورج هوليوك عام 1851، وكان يقصد به الفصل بين السلطتين الزمنية والروحية واستقلال الملك عن الكنيسة. كما أن الفيلسوف الإنجليزي الآخر جون لوك واضع أسس العلمانية في القرن السابع عشر، كان قد عنا بالعلمانية الفصل بين الحكومة والدين والفصل بين السلطات، وكان يرى أن وظيفة الدولة هي رعاية مصالح المواطنين الدنيوية، أما الدين فيسعى إلى خلاص النفوس في الآخرة
وأراد بذلك أن ينقذ الدين من تلاعب السلطة به واستخدامه لأغراضها، ورأى أن انحياز الدولة لدين معين يشجع على النفاق والتدين الشكلي، فضلا عن أنه يهدد وحدة الدولة والتعايش السلمي بين المواطنين. كذلك تشارلز تايلور فصل الدولة عن مؤسسة الدين، أي أن الدولة لا يتصور أن ترتبط بأي معتقد ديني معين بشكل رسمي، أي أن الدولة يجب أن تكون على الحياد في علاقاتها بكل المكونات المختلفة دينية أو غيرها. وقد أكد الفيلسوف الهولندي سبينوزا على أن الدين يحول قوانين الدولة إلى قوانين تأديبية تنتهي بالأوامر والنواهي، مما يحد من تطور المجتمع والدولة أيضا. إذن فالعلمانية هي الفصل بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الدينية، بحيث أن لا تفرض المؤسسة الدينية قوانينها على الدولة باسم الدين، ولكن مع ذلك على الجميع ممارسة حقوقهم الدينية وبشكل كامل، ولكن بعيدا عن مؤسسات الدولة. من هنا نجد بأن العلمانية هي منظومة متكاملة تطورت بفعل الثورة البرجوازية في فرنسا من خلال الشعارات التي رفعت آنذاك، وهي الحرية، المساواة، الأخوة. ومع ذلك فإن العلمانية كما عرفها غازي الصوراني ليست مذهبا أو تيارا فلسفيا، وليست نظرية معرفية، ولا هي نظرية في علم من العلوم، وهي لا تعني عقيدة لا دينية، ولا استبعاد الدين عن الحياة العامة، ولا تقييد الحريات الدينية. إنها تعني حياد الدولة ومؤسساتها تجاه الأديان والعقائد حتى تضمن المساواة الكاملة بين مواطنيها بصرف النظر عن اعتقاداتهم. وعلى هذا الأساس، مع تطور المجتمعات والصراع الطبقي وظهور مفاهيم جديدة وحقوق عديدة، تطور هذا المفهوم ليصبح منظومة متكاملة وشاملة تدخل في صلب العلمانية، ألا وهي المواطنة، الحرية، حقوق الإنسان، العقلانية، المساواة، حكم القانون، التنوير، الديمقراطية، دولة المؤسسات، أي حزمة كاملة من المصطلحات تشكل الأرجل التي تقف عليها الدولة الحديثة المعاصرة. وخلاصة ما تقدم، يمكن لنا أن نعرف الدولة العلمانية بأنها هي تلك الدولة التي تقوم بالفصل بين مختلف السلطات، وتخضع كل المؤسسات السياسية والمالية والعلمية والدينية للقانون المدني، على أن تضمن على وجه الخصوص المساواة الكلية بين كل الأديان السماوية وغيرها بما فيها اللادينية والإلحادية. لا ثمة شك في أن الدولة العلمانية قد حققت إنجازات عظيمة على الصعيد الحضاري، من حيث إنهاء الصراعات والاضطهاد الطائفي والحروب الدينية والقضاء على العنصرية واحترام حقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة. وقد حدد الأستاذ مجدي خليل 15 مبدأً وجعلها سمات أساسية للعلمانية، وهي الفصل بين السياسي والديني، وبين الروحي والزمني، وبين العام والخاص. حرية الضمير، أي حرية التدين، التسامح الديني، وحرية التنقل بين الأديان، حرية النقد الديني، إعمال حرية العقل وحريته، أي لا سيطر على العقل إلا العقل ذاته كما يقول الفيلسوف كانت، نسبية المعرفة، أي لا حقيقة مطلقة عفوا، حياد الدولة تجاه كل الأديان، التشريع البشري وليس الإلهي، الحكم البشري وليس الإلهي، عدم وجود سلطة للزعماء الدينيين على القرار السياسي للدولة، لا تتخذ الدولة دينا معينا ولا تفرضه على الآخرين، ليس من اختصاص الدولة أن تدخل الناس الجنة، بل تحمي الفرد وتحقق له الرفاهية، حماية حقوق الأقليات الدينية من طغيان الأغلبية الدينية، الدين علاقة خاصة بين الإنسان وربه. العلمانية ضد الدولة الدينية وليست ضد الدين. إذن هذه مجموعة من السمات التي حددها الأستاذ مجدي خليل. وكما يقول الدكتور حبيب سروري بأن المدرسة العلمانية هي أعظم إنجازات الدولة العلمانية بلا منازع، يتأسس عليها التفوق الحضاري لهذه الدول على بقية العالم،
فهذه المدرسة التي يدرس فيها أبناء غير المتدينين وذوي الديانات والمذاهب المختلفة معا بشكل حضاري متآلف متناغم مفصولة تماما عن أي تأثير أي دين كان أو فلسفة ملحدة، تعلم الطالب كيف يفكر بروح نقدية، كيف يحكم لوحده دون أي يقين مسبق بأي عقيدة أو إيديولوجية، كيف يمارس حريته في التحليل والتمحيص والرفض، وكيف يبني يوما بعد يوم شخصيته المستقلة. تكرس هذه المدرسة في الطالب العقلية العلمية الخالصة، وتنمي استخدامها لفهم الكون والحياة انطلاقا من مبادئ السببية والتجربة والبرهان، وعبر دراسة نظريات العلم الحديث لا سيما نظريات النشوء والارتقاء والانفجار الكبير. تسمح له هذه المدرسة أيضا الانفتاح على استيعاب كل التراث الفكري والإنساني بمختلف تياراته الفلسفية دينية أو لا دينية. هي باختصار مدرسة ثقافة العقل والحرية والحداثة بامتياز. بناء عليه يمكننا أن نقول واستنادا إلى ما سبق بأن العلمانية ليست إيديولوجيا أو عقيدة، بل هي طريقة للحكم ترفض وضع الدين أو غيره كمرجع رسمي للحياة السياسية والقانونية، وإنما اهتمامها الأمور الحياتية للبشر بدلا من الأمور الأخروية أي المادية الملموسة بدلا من الغيبية. ويتساءل الكاتب السعودي خالد الدخيل، إذا لم تكن العلمانية إيديولوجيا فماذا عساها أن تكون؟ ويجيب بأنها أي العلمانية هي آلية دستورية لتحييد الدولة لتمكينها من إدارة التعددية في المجتمع بهدف تحقيق المساواة والعدالة وحكم القانون للجميع. إذن هل بالإمكان تطبيق العلمانية على مجتمعاتنا الشرقية وهي نتاج غربي؟ لا بد أن نضع هذا السؤال في حسابنا لكي نجلو الحقيقة كاملة بشأن العلمانية وتطبيقاتها العملية في مختلف البلدان. في مجال الإجابة على هذا السؤال المذكور أسارع بالإجابة بنعم، والتطبيقات كثيرة. فالعلمانية أصبحت قيمة عالمية كحقوق الإنسان والحرية والحق في الحياة، وأخذت بتطبيقها الهند الهندوسية واليابان البوذية وتركيا الإسلامية وأوروبا المسيحية، وهي قيمة إنسانية تطورت كما أسلفنا على مدى عصور من مفكرين أعملوا العقل واجتهدوا في الوصول إلى هذه التجربة البشرية بعد معاناة من الحروب والويلات. ومن المفيد أن نوضح بأن بعض الدول قد نصت دساتيرها صراحة على هويتها العلمانية، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية والهند وكندا والبعض الآخر لم يذكر العلمانية، ولكنها لم تحدد دينا للدولة كمعظم الدول الأوروبية واستراليا ونيوزيلندا. ويخلص الدكتور حبيب سروري إلى أن الدولة العلمانية تتكئ على مبدأين جوهريين، ألا وهما: المبدأ الأول، تفصل الدولة العلمانية بين مجالين مختلفين في حياة الناس، العام والخاص. فالمجال العام يضم المدرسة والفضاء المدني عموما مكرس لما يخدم جميع الناس بغض النظر عن أصولهم وألوانهم ومعتقداتهم الدينية أو ميولهم الإلحادية، لا مرجعية فيه لأي دين أو فلسفة إلحادية. أما المجال الخاص يستوعب كل المعتقدات والرؤى الشخصية دينية كانت أم لا دينية أو إلحادية. المبدأ الثاني، تضمن الدولة العلمانية المساواة الكلية بين كل المتدينين بمختلف مذاهبهم واللا متدينين والملحدين أيضا، تدافع عن حريتهم المطلقة في إيمانهم أو عدم إيمانهم، حرية الضمير، وتحترمها بحق. وبذلك فإن الدين في الدولة العلمانية يتحول إلى حالة روحية خالصة لا يستطيع السياسي تسييسها واللعب بهذه المشاعر الدينية لغايات دنيوية. لا ثمة شك في أن الدولة العلمانية أخذت بيد شعوبها إلى التقدم وانتشلتها من الظلمات إلى النور،
وهذا ينطبق على الدول بغض النظر عن توجهاتها الرأسمالية أو الاشتراكية. ولكن علينا أيضا أن نطرح السؤال التالي: هل من السهولة بمكان تطبيق العلمانية في بلداننا دون عراقيل؟ جوابا على هذا السؤال أسارع وأقول كلا، فالتعقيدات كثيرة والتحديات كبيرة والصعوبات عديدة. فمن جهة الظلاميون الذين يمارسون أشنع وأبشع التأويلات والتضليلات والنعوت في الهجوم على العلمانية والعلمانيين، ومن جهة أخرى الحكام العرب الذين يتاجرون بالدين ويستخدمون فقهاء السلاطين للسيطرة على عقول وقلوب المواطنين لممارسة تسلطهم. كما أن هنالك أيضا البعض من المثقفين يرى بأن العلمانية مفهوم غربي استعماري، والبعض الآخر ونتيجة للخوف من سلطة التيارات الدينية يتجنب الدفاع عنها ويتخفون بين ثنايا اللاهوتية ويستخدمون مفاهيم ملتبسة ويستعيضون عنها بمفاهيم كالدولة المدنية التي هي ولا شك خطوة متقدمة عن الدولة الدينية، من حيث أنها أي الدولة المدنية تحقق جملة من المطالب كالديمقراطية والمواطنة المتساوية وحقوق الإنسان والحريات وغيرها من الأمور التي تحتاجها الشعوب من أجل التطور والتنمية، ولكن ضمن إطار الشريعة. وفي هذا الإطار فإن الدولة المدنية لم تخرج عن عباءة الدولة الدينية إلا من حيث النزعة نحو الديمقراطية استجابة لمتطلبات العصر. وهذا لن ينهي الصراعات والحروب الدينية والاضطهاد الطائفي. وهنالك عينة أخرى من المثقفين ترى في الدولة العلمانية سلوكها اللا إنساني المنافق، كما يحدث حاليا في الحرب على الإرهاب، وكما حدث سابقا في التحالف ما أعطى الدول الرجعية والحركات الإرهابية في أفغانستان بحجة الدفاع عن الإسلام ضد الشيوعية الكافرة. ومع ذلك نقول كما قال الدكتور فرج فودة الذي تم اغتياله بسبب آرائه الجريئة في كتابه حوار حول العلمانية: إنكار العلمانية جهل بالحضارة الحديثة، وإطلاق صفة الكفر على العلمانية جهل بالعلمانية، والدعوة للدولة الدينية جهل بحقوق الإنسان، والمناداة بعودة الخلافة جهل بالتاريخ. يجب النظر إلى العلمانية كمجرى تاريخي موضوعي يتطور دائما بتشابك الأفكار المختلفة وتفاعلها، أي أنه يجب النظر إلى تاريخ العلمانية كمنظومة من المدارس والتيارات المتفاعلة، مع كونها جميعا في نزوع دائم إلى الارتقاء والتطور حسب احتياجات المجتمعات ومتطلباتها المعيشية. ويشخص الباحث غازي الصوراني العلمانية بشكل موضوعي ويضع مجموعة من المحددات وتتمثل في التالي: أولا تأمين الحرية الدينية، ثانيا فصل الدين عن الدولة، ثالثا اعتبار الشعب أو المجتمع مصدر التشريع والقوانين، رابعا تعزيز المحاكم المدنية العامة لضمان المساواة التامة في الحقوق والواجبات، خامسا عقلنة الدولة والمجتمع وتعزيز الثقافة العلمية العقلانية وفق الآليات الديمقراطية والتعددية الفكرية والسياسية، سادسا تحرير الدين من سيطرة الدولة وإساءة استعماله لأغراض سياسية، وكذلك تحرير الدولة من هيمنة المؤسسات الدينية. ويضيف بأن العلمانية يجب أن يفهمها الماركسيون على أنها وعلى الصعيد المعرفي تحرير العقل من المسبقات والمطلقات، أو تحرير الفكر من الأوهام والخرافات، وتحرير الإنسان من العبودية، وهي بذلك تقيم سلطة العقل والمنطق وعلى نسبية الحقيقة وتاريخيتها وتغيرها. إذن العلمانية انطلقت من واقع تاريخي منهجي معا، كان لابد أن يؤخذ في الحسبان هذا الواقع، هو أن العلمانية لم تتخذ شكلا واحدا ثابتا على مدى عصور تشكلها كقيمة إنسانية، بل كانت تتخذ أشكالا عدة خضوعا لتطورات متلاحقة على مراحل متعاقبة من تاريخ تطور المجتمعات البشرية، لتحرير الدين من قيود الدولة وتحرر الدولة من قيود رجال الدين. فإن تحليل تاريخ العلمانية يكشف أنها كانت حركة صاعدة، بحيث كانت في كل مرحلة لاحقة
تتغلب على نواقص مرحلتها السابقة. لا ثم تشك في أن التيارات الدينية بمختلف التلاوين قد بالغوا في استخدام الدين ذريعة لتشويه فكرة العلمانية وتبشيع صورتها، كما استخدم أيضا لكبح جماح التطلعات العقلانية التي تدعو لها العلمانية والتطور الحر المستقل للعقل البشري المبدع. وإن موجة العداء هذه لم تكن لتبلغ هذا الحد لولا الخوف من أن العلمانية ستصيغ حياة بعيدة عن اللاهوت والغيبيات، ليمتد هذا العداء حتى للعلوم الطبيعية والفلسفة والرياضيات كمرتكزات أساسية للعلمانية. ومن حصيلة ما تقدم نرى أن العلمانية هي التي بإمكانها انتشال مجتمعاتنا من التخلف، وهي محطة من محطات التقدم لإبعاد المقدسات من التلاعب بها من رجس البشر، ليصبح العلم هو المقياس للتقدم. وإن الانطلاق نحو العلمانية سيجنبنا ويلات الحروب الطائفية وشرور الإرهاب المتفشي كالسرطان في مجتمعاتنا، ويساعدها على التحرر من عبودية رجال الدين ومن استبداد السلطات ودكتاتورية الحكام، ليصبح العقل حرا طليقا محلقا في سماء البحوث والابتكارات العلمية، والفكر منطلقا نحو الإبداع الفلسفي والإنجاز الذهني. شكرا لإصغائكم.
لذلك هناك خلط ما بين يعني الناس المعادين للتقدم والحداثة، دائما يخلطون في معاداتهم للفكر التقدمي، يخلطون بشكل عام ما بين يعني العلمانية والماركسية. لذلك تشوفهم معاداة حتى للعلمانية اللي هي ممكن تساهم أو تعطي مجال لأي فكر مغاير موجود في داخل البلد يمارس حتى طقوس الدينية. لذلك في يعني في داخل العلمانية في تنوع وتعدد. لهذا أنا أعتقد بالنسبة للأنظمة العربية أصلح شيء لها اليوم هو النظام العلماني. الأنظمة العربية حتى تبتعد عن هذا الاقتتال الطائفي والمذهبي وما يجري في الوطن العربي، فهو مخرج مثل ما حدث إلى أوروبا بعد حروب طاحنة وبعد يعني الثورة الفرنسية، بحيث أنه صار النظام العلماني هو النظام السائد في معظم الدول الأوروبية. أكيد إحنا يعني كماركسيين نتمنى أن يكون نظام ماركسي في أي دولة، ولكن في الوقت الحالي نعتقد وجود النظام العلماني للدول العربية هو الحل الأفضل من أجل تجنب مزيد من الكوارث اللي قاعدة تحصل. وشكرا رفيقنا سند. أحمد سند، الرفيق حميد خنجي. حميد خنجي، شنو اسم هذا الاسم الاصل؟ احمد دو عمر البلاعيم. احمد مساء الخير، الشكر والتقدير موصول للرفيق حميد الملّي. الشكر والتقدير موصول للرفيق حميد الملّي على اختياره لهذا الموضوع الهام، وبالفعل هام يعني، ولو أن يعني هو ارتأى أن يكون الطرح بقدر ما استطاع مقتضبا على أساس يعتمد على النقاشات الرفاق والإخوان والحضور والآخره، ما بغى يعني يتبحر فيه أعتقد، وهذه أيضا يحسب له يعني مختصر. بس حبذا لو شوي ركز على الجانب العملي للعلمانية، يعني فوائدها الآن وكيف ممكن استخدامها في الأماكن المتخلفة في يعني في المناطق العربية والإسلامية والآخره اللي بحدهم ضد الألمانية. هذه شوي كان يبي لها شوي شو اسمه تفسير. طبعا جذر كلمة العلمانية هو سيكولر، وهو أعتقد جذر لاتيني، أنا مو متأكد، أعتقد لاتيني إذا ما كان يوناني يعني ما اطلعتني أو نسيت، ويعني حرفيا دنيوي دهري، يعني دنيوي يعني في نفس الوقت إبعاد، يعني لأن المجتمعات الأوروبية حصلوا نفس المشاكل المشابهة اللي إحنا اليوم نعانيها، يعني مسألة الكنيسة ومسألة قتل العلماء بس إلى آخره، يعني
مراحل طويلة هما تخطوها لين وصلوا إلى فصل المؤسسة الدينية، ضرورة فصل المؤسسة الدينية عن مؤسسات الدولة. رفيق باختصار يعني بحاجة. لا يمكن والله ما أقدر أختصر لأن مبرز بعض الأمور كورقة يعني. صار ندوة هذه يعني. إيه فش يسمونه؟ بقيت أقول. ذكر حميد قال 1851 ما متأكد من التاريخ أنا إن أول مضبوط 1851 البريطاني يعني قايل استخدم، وهو والغريب إن الألمانية كنمط وشكل يعني عقلاني ومو هو مو منظومة فكرية ولا فلسفية يعني على ولا نمط يعني منظومة اقتصادية اجتماعية رأسمالية نقول شتري لا، وشكل من أشكال التعددية والآخره زين. ولكن أيضا من المهم بالنسبة لنا إحنا يعني كجذريين أو إن نفرق أيضا بين تقدمية الألمانية ورجعيتها. يعني الألمانية مشت في 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 تداعيات كبيرة يعني كونها ابنة الثورة البرجوازية وخاصة البرجوازية الفرنسية الكبرى، يعني في البداية كانت بالفعل تقدمية، لكن الآن مثلا الدول الغربية الأوروبية الاتحاد الأوروبي يعني مشروع رجعي عمليا مقارن بشكل مقارن إذا قارنها زين. ولكن أيضا هما ألمانيين يعتبرون زين، ممكن يكون المجتمع يعني فاشي وألباني يعني. هل فروقات لازم احنا كماركسيين نعرفها بشكل واضح؟ يعني انا ابي اختصر، من المهم بالنسبة لوضعنا الحالي في البحرين وفي المنطقة ان نحاول ان نسوق مشروع العلمانية فيما يتعلق بالجمعيات الغير دينية بشكل عام. يعني يستحسن احنا نقول التيار العلماني بشكل عام بدل ما نقول التيار اليساري او الديمقراطي او الاخره، لان العلمانية تشمل كل التيارات الحداثية البرجوازية والاشتراكية والقومية والى اخره. يتروالي على اساس يكون عمليين من لازم نفكر في هالش اسمه يعني. سامح رفيق حميد ما بي يعني شو اسمه سامح رفيق حميد ما بي اطول. شكرا. أحمد منصور، رفيق أحمد منصور. أحمد منصور مساء الخير جميعا. أنا بدوري بعد أشكر الأستاذ حميد على اختيار هاي العنوان اللي هو العلمانية، وهي يعني تعتبر بعد ندوة نوعية يعني. والشكر موصول إلى مدير الندوة. أنا أجد نفسي يعني أتفق مع ما طرح الرفيق فاضل الحليبي من أن العلمانية لا تعني بالضبط يعني الشيوعية وكذا يعني، وشرح هذا هاي يعني على مسامعنا. المهم أنا يعني كنت إلى حد ما كنت أقول أن كما فهمت يعني العلمانية مثل مظلة اللي يتجمع تحتها يعني الماركسيون والليبراليون والشيوعيون والثوريون والاشتراكيون و يعني كل هاي، وبعدين هذه تعمل توطئة لعمل نقلة للمجتمع من يعني هذا التخلف وهذا الافتراق وهذا الصراع إلى أن يحدو أو يسلك طريق متطور إلى الأمام. يعني أنا هاي يعني في كنت أفكر فيه يعني، وقال إن العلمانية تهدد الأديان. إحنا نقول إن العلمانية ما تهدد الأديان، بالعكس يعني تعطي استقلالية للأديان وكل واحد في دينه وكذا، ولكن تضعف قبضة ونفوذ رجال الدين.
لأن رجال الدين هذين مهما يكون يريدون يتحكمون في المجتمع ويرغمون لمصالحهم وامتيازاتهم. شكرا. سامح الرفيق أحمد. شكرا للأستاذ حميد على هذه الندوة، بس عذرا لأن أنا ما قدرت أوصل قبل فسمعت من الكلام اللي في الأخير. طبعا أنا لا أختلف مع ما ذكر الأستاذ حميد، لكن أنا أحب أروح إلى نقطة ربما هي تكون نوعا ما هي المشكلة الأساسية اللي عندنا إحنا بالنسبة عن ما هي العلمانية وكيف نتعامل مع العلمانية في المنطقة العربية خلنا نقول، وبالشكل خاص البحرين مثلا. المفهوم المشكلة ان احنا نقول العلمانية، هل العلمانية معناتها لا دينية؟ هذا ممكن نقطة يجب الوقوف عندها لتحديدها بالفعل، لان هناك من يقول لا انا اوكي يعني انا علماني، انا مسلم لكن انا علماني بس مسلم، انا علماني بس مسيحي، انا على انزين في من يرى غير ذلك. إذا أنت مسلم إذن أنت لا علماني، يعني ما ممكن تكون مسلم وأنت علماني، وهذه المعضلة المشكلة الكبيرة اللي عندنا في المنطقة. أنا عشان أختصر هالموضوع، أرى أن طرح العلمانية بشكل واسع على المنطقة وقياسا لمستوى الوعي الموجود خاصة عند سواد الناس بالنسبة حق العلمانية، أنا أرى أن مفروض يكون الطرح الديمقراطي يقبل لأنت تطرح العلماني. العلماني ممكن ممارسة تطبقها على أرض الواقع لكن من غير لا تذكر علماني، والسبب في ذلك أن إذا دخلت في العلماني معناته أنت لا ديني، فإذا أنت كافر، إذا أنت ملحد، فهكذا الناس يفسرون الموضوع. هذه أرى أن إشكالية أساسية إحنا عندنا. أنت من تقول علماني أنت إذن غير إسلامي، وأنت في بلد إسلامي، ويدشون لك جماعة طبعا الدين والآخرة والسلف من صوب والأخوان من صوب والشريعة وين ومصدر الدولة، وأدش في هذه يعني الإشكالية الكبيرة اللي ربما لا توصل إلى هذه. لكن الديمقراطية لأن هي أغرب، لأن لو رحنا حق الإسلام في مفهوم السياسي هو يعني الدين الإسلامي يتقبل كل الأديان مع العدالة مع المساواة، ممكن تكون على أي دين آخر وحقك محفوظ إلى آخره. فإذا أنت هني الخلط بيصير بين العلمانية والدين الإسلامي، وأنت في البحرين وترى المشكلة، وخاصة الإسلام السياسي يفعل دوره، وهني أعتقد بتكون الإشكالية. وشكرا. رفيق فيصل خليفة. شكرا للمحاضر والمقدم الندوة. يعني من الحديث اللي يعني دار ان العلمانية هي يعني ترسخت في اوروبا مع ترسخ المجتمع الرأسمالي، يعني وتحلل المجتمع الاقطاعي. احنا عندنا في وضعنا احنا يعني يمكن الحين احنا قد يكون مع ثورات الربيع العربي اللي بدأت، ممكن احنا يعني قد بدأنا نخطو يعني خطوات نحو ترسخ العلاقات الرأسمالية في مجتمعاتنا العربية، وهذا هي اللي بدأت تطرح أمامها يعني هاي التساؤلات، مثل اللي هي مسألة العلمانية كنظام للحكم ولتجنب كل المآسي اللي قاعدة الحين نشوفها في مجتمعنا العربي بسبب الاستبداد الديني المزدوج. طبعا ليس فقط في رجال الدين وإنما الحكام نفسهم، هو استبداد ديني من ان النظام الحكم يعتمد على الدين وعلى رجال الدين في الاستبداد، ورجال الدين ايضا
يستمدون من هذه السلطة قوة وسلطة للاستبداد برأيهم وتوجيه المجتمع حسب ما مصالحهم. لذلك يتراولي أن مثل ما قال الرفيق حميد أن يعني المجتمعات محتاجة اليوم إلى أن هي للقوة فعلا، القوة اللي هي تشعر بأن هي من مصلحتها الدفع بتقدم المجتمع وبتجنيب كل هاي المآسي اللي تمر فيها اليوم دولنا العربية والإسلامية بسبب الاستبداد اللي موجود، سواء استبدال في نظام الحكم أنظمة الحكم اللي هو متشابك مع الاستبداد الديني. إن طرح مسألة العلمانية كقضية يعني العمل على ترسيخها في المجتمع وكتنطرح في برامج أحزابنا السياسية يعني كقضية ملحة لأحزاب نحن التقدمية والعلمانية، يعني هذه لازم تكون قضية مطروحة على في برامجنا وفي في في حراكنا السياسي، لأن بدون طرح هذه المسائل راح نبقى يعني مدة طويلة فقط ندور في فلك يعني هذه الدول الاستبدادية والنظام الحكم الاستبدادي. شكرا. رفيق أبو فهد، وبعدين نبدأ إجابة على الأسئلة والمداخلات. شكرا لك حميد على اختيار هذا الموضوع.